ما هي جمعية ابن تيمية؟ ما هي جمعية الإمام أحمد؟ جمعية البخاري؟ جمعية محمد الوهاب؟ جمعية المصلحين على مر الزمن؟ هذه عبارة فيها سوء ويراد بها تمرير البضاعة. أسأل الله يوفق الجميع. فما ما ما يقال لا تقوم الدعوة إلا بجمعية، هذا طعن لدعوات المصلحين من قبل، ليس لهم جمعية وليس لهم إلا جامعة الكتاب والسنة على فهم السنة نجتمع عليها. لا المال الذي يجتمع الناس عليه، المال ما يجمع، المال يفرق، المال يفرق بعض الناس. بل لو كان الرابطة في المال فإن الله سبحانه عز وجل ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذن التأليف والرابطة بماذا؟ بالعقيدة الصحيحة السلفية النقية الواضحة الخلية من التلبيسات الحزبية أو التمويهات المالية أو غير ذلك من الأمور التي بدأ الناس اليوم يجعلونها أصل وتركوا الأصل فجعلوا الأصل فرع وجعلوا الأمور الأخرى هي الأساس. جعلوا الأمور الأخرى هي الأساس. نعم.